زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان نظيف، كان معه المشط، كانت معه المرآة، العطر حتى في سفره، لكي يكون منظره منظر جذاب للناس، مو منفر للناس. ما كان يأكل البصل، ما كان يأكل الكراث، لأن بعض الأحيان في بعض المناطق في رائحة كريهة، حتى واحد لا يتنفر من شكل الرسول ثم يبتعد عن الاهتداء بكلامه. والله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء في أحسن هيئة، هذا بين قوسين، لكي لا يتنفر واحد من الناس منهم. وأي واحد من الأنبياء ما كان في جسمه أي عاهة، حتى يعقوب على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام لم يصب بالعمى، وبيضت عيناه من الحزن، يعني بان فيها بياض وضعف في البصر، مو عمى، لأن هذا العمى عيب عند الناس. ولو استعذاف واحد هو أعمى، يعني هذا إذا عمله صحيح فهو مقرب عند الله سبحانه وتعالى، لكن الناس بعض الأحيان مستوى الفكر مستوى متدني، فيتصور إذا واحد عاهى في جسمه مثلا كأنه منفر، يتنفرون بعض الناس، وهذا من قصورهم. الله سبحانه وتعالى ما أراد بالنسبة للأنبياء واحد يتنفر منهم. أو أيوب مثلا كان مريض في جسمه، لكن هذا المرض ما كان بشكل اللي يكون ظاهر على أعضاء بعض الإسرائيليات موجودة، أنه أنتن جسده وظهرت عليه الديدان وأمثال ذلك. الناس كانوا يكرهون هذه الرائحة فأخرجوه من المدينة، هذه كلها أكاذيب وإسرائيليات. يعقوب أيوب كان مريضا، لكن مرض ضعف خلاه أنه يكون جليس الفراش أو طريح الفراش، مو أنه يكون في جسمه عاهة مبينة. على كل حال، فالرسول صلى الله عليه وآله كان يلاحظ هذه المسألة، أي شيء منفر للناس يبتعد عنه.